ربي. كاين جانب ديال القرعه حتى هو لا اخرى، لا من غير القرعه كاين مساله اخرى ديال في كوريا الجنوبيه كيكونوا اقصائيات وديما بدر هاري كيجي مع الاسماء ديال الدق. هناك هنا كاين دور القرعه. واش بدر هاري ما عندوش الزهر في هاد الاقصائيات ديال الجران بري؟ هاد الجران بري كتبغي شويه ديال الزهر، حيت دابا تقدر انت تكون عندك ماتش ثقيل بزاف، ثلاثه درواند يزيدوا يمكن روند اربعه درواند، ويقدر اللي يلعب ضدك في البول اخر عنده ماتش سهل سلاه 30 ثانيه. نعم كيتسمى هو مازال اون فورم اون فورم، وانت راك مدقدق، ولكن دوزيام ميتا دوزيام ماتش خصك تلعب معاه. هادو كاملين الحوايج الصغارين اللي كيلعبوا دور كبير في الريزولتا ديال الجران بري. كنظن جا الوقت باش نمشيو نعرفوا شحال عدد ضربات القاضيه اللي حققتي بدر هاري في صنف الكي 1 اللي هما 18 ديال لي كاو اللي درتي بدر هاري. بغيت نعرف شكون هما الضربات القاضيين يعني اللي كانوا اوعر وحدين يعني من الراوند الاول. كنعرف بان كان روسلان كارايف واليستير اوفريم. واش كانوا هما هادو اوعر ضربات القاضيه؟ كانوا في الجران بري الاخر كان عليهم العمده بزاف، ولكن الكاو ديال ستيفان ليكو كما قالت هو طارق كاو كبير فهمتيني، و مع روسلان كاريه في الماتش الثاني اللي لعبت معاه، حيت دابا راه ثلاثه المرات لعبنا الماتش الثاني كان ضربني وطحت وحسب حسب الاربيط ووقفت قبل ما يحسب 10، وغير هو جاي الضربه الاولى اللي غادي نضرب طاح. هذيك بقات لي فيلم، هادشي كيتشاف غير في الافلام ماشي ما كما عطيتي ضربات قاضيه تلقيتي كذلك ضربات قاضيه. شنو هما الضربات اللي كانوا فريمون قاضيين؟ واحد اللي ما كيعرفش يخسر ما يعرفش شنو هو الربح فهمتيني، خاصك ضروري تعرف بالضبط شنو اللي كتعقل عليه. ضروري شي مرات كتخسر كتعلم اكثر من كتربح. واحد الكاو اللي كليته واحد المره كليته في نيوزيلاند كليته وترس لي فمي بجوج بلايص هنايا وهنايا، سدوا لي فمي كامل دوية سيمونات، لا ماكله لا والو غير الصبه. ودابا عندك لا دونتيسيون تبارك الله سنينات مقادين. بدر شفنا تبارك الله ديك لي كاو 18 كيف ما قلت، وانا بغيت نعرف شنو علاش بدر وصل لهذا المستوى؟ كيفاش لونترينمون؟ شحال من ساعه كتريني في النهار؟ واش عندك اونترينمون سبيسيال اللي كيميزك على باقي المنافسين؟ دابا كل عندك لونطريمون ديالك بيسيك يعني العاديه هذيك كديرها ديما كل ماتش. واحد 7 ولا 8 سيمانات من قبل كنبداو بريباراسيون للماتش، حضي الماكله ديالك دياتيزم، بزاف الكارديو، بزاف ديال الاسبيكت كديرهم باش كتوصل باش كتكون واجد. كيبقاو غير الحوايج الاخرين، لادفيرسير ديالك كي كيلعب كي كيدير كي كي حوايج اللي عنده مزيانين اللي عنده ناقصين. هذيك حتى ديك جوج سيمانات ثلاثه سيمانات الاخرين. شحال ساعه كتريني في النهار في اليامات العاديه ملي ما كيكونش عندك لي كومبا؟ 8 الصباح 8 الصباح كنفيق كنفطر كنمشي لاصال مع العشره، كنوصل مع 10 ونص لاصال، نقول 11 كنبدا لونطريمون، 11 كنتريني حتى ديك الواحده ونص الجوج، كنريحوا كناكلوا في لاصال روبو شويه، عاوتاني كنبداو مع ديك الثلاثه وكنساليو عاوتاني حتى ديك الخمسه ونص سته، قول من 9 حتى 6. وعندك شي ماكله سبيسيال ديال التدريب؟ عندي اللي كي عندي كي تقول بالعربيه داك اللي مكلف بالريجيم ديالك فيق في الصباح واللي هو تركي. هو تركي وي خصك واخا تاكل بزاف تاع لي كالوري ياك؟ هذاك كل مره وشنو هذاك العلم ديالو فهمتيني، مره خصك تطلع في الكالوري، مره خصك تهبط، مره خصك على حسب كذلك الوزن اللي بغيتي توصل ليه. ماشي الوزن، الجسم ديالك كي بغيتي تردو فهمتيني، كتشوف داك الشيء زعما كواحد واحد ريجيم وي، ولكن بواحد بريزيسيون كثير فهمتيني، غير كالوري واحد كيتحسب. اللي معروف عليك بدر هو انت يعني داك لاجون ديالك اللي قال لك تلعب كونتر هذا كتلعب كونترو كيف ما كان الوزن ديالك. ما كاينش شي حاجه اخرى من داكشي. انا ماشي من دوك اللعابه اللي في الكاميرا يقول العب ضد هذا ولعب ضد هذا وهذا هو الواعر وهذا هو الواعر، ولكن هما كاملين غير 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 ممثلين فهمتيني. انا لا قلت لك العب مع كل شيء، العب مع كل شيء، وساريت العالم كامل باش نلعب مع كل واحد وباش نبين راني 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 قد على كل شيء. وكما قلتي احنا وصلنا لواحد الوقت اللي ما تقدرش تكذب على الناس، ما تقدرش تقول لهم لا هذا عندنا اللعب واعر ولا هذا، هما كيشوفوا بعينيهم. يعني كاين الكذوب في شي مجالات اخرى كاين الكذوب. فنمشي وقت لسنه 2007 فين غتولي البطل ديال البوالور، من بدنا كنهضروا على البوا
اقل من 100 كيلو. فعاود لنا كيفاش كانت كونتر الياباني يوسوكي كيجيميتو. بريمير مره غادي يديروا غادي يديروا كي 1 غادي يديروا الشامبيون دي موند تحت 100 كيلو. شنو حتى كان طرا لهم؟ كان عندهم بزاف ديال الدراري 98 كيلو 100 كيلو 102 قريب ال 100، ولكن دراري كومبيتيشن زوين. شنو قالوا؟ غادي نديروا السنطه ديالهم بوحدهم. انا ديت اول سنطه، اول مره باش غادي هما يديروها انا ديتها في 2007. هذيك زعما شي حاجه، شي حاجه كبيره باش كان لك من كيلو، حيت كان بزاف الفرق ما بين اللاعبين. كان فيا 102 وهبط ل 100 نيشان. و في 2008 ملي عطاونا ملي عطاوني الحمراء في الفينال ديال الجراند بري داو لي السنطه، قالوا لي هادشي اللي درتي ماشي معقول، حيدنا لك السنطه، بزاف الحوايج طراو ليا وبقى فيا الحال. ولكن بقيت انا ديما اول شامبيون اللي دوزو. بدر، من غير كيك بوكسينغ الكره واش كتفرج فيها شي شويه؟ لا، عندي شويه مع التنس. مع التنس لا فينال ديال الشامبيونز ليغ الانتر وبايرن تفرجتي فيه ولا لا؟ ما تفرجش فيه، كنت شاد لوتوروت من مراكش لكازا، ولكن تبعته في الراديو وفي التليفون مع اصحابي. والتنس شكون هو اللاعب اللي كيعجبك؟ نادال. نادال حتى هو باسكو الي اغريسيف شويه. لا، حتى هو كيا. لا، حاتم تغطى يكون فرحان اليوم. على ذكر اغريسيف سمير، تذكرت بان كاين ثلاثه ديال الالقاب، وانا كندير البحث ديالي على بدر هاري. ثلاثه ديال الالقاب اللي عطاوك: جولدن بوي، باد بوي، والكوبرا. علاش باد بوي؟ وشكون هو اللقب اللي كيناسبك بالنسبه ليك؟ كيناسبك اكثر؟ باد بوي واخا حيت اغريسيف. ماشي مره كنزلق. او جولد بوي سموني حيت ملي جيت نلعب في الجابون كلشي اللي كانوا كيصايبوا مني كان كيتباع مزيان. كانوا كيصايبوا مني مونيكا كتباع، الشاكوش كيتباع، اللي كانوا كيديروا كيتباع. قالوا زعما كنت كلشي اللي كتقيصها كترجع ذهب، فهمتيني؟ هكا كيسموني، وديك سميه احسن من